إذن وأولا على CNBC عربية، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة مصر للإسمنت قنا بالربع الأول لعام 2020 بنسبة 286% لتسجل 47 مليون جنيه مقابل 12 مليون جنيه بالفترة المقابلة للعام السابق. كما ارتفعت مبيعات الشركة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 3% على أساس سنوي وصولا إلى 816 مليون جنيه. أيضا أولا على CNBC عربية وللتعليق على نتائج ينضم إلينا من القاهرة سيد طارق طلعت العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا. سيد طارق أهلا بك وشكرا لانضمامك، نبارك لكم النتائج في الربع الأول، يعني نتائج جيدة. أخبرنا أولا يعني كيف جاءت هذه النتائج، خاصة يعني ربما فيروس كورونا لم يؤثر على الربع الأول ولكن قطاع الأسمنت بشكل عام تحت الضغط من قبل فيروس كورونا. مساء الخير، أشكركم على الاستضافة الكريمة طبعا، والتقرير اللي في الأول طبعا بيعكس الوضع الحقيقي في السوق المصري اللي ابتدى يتأثر فعلا بداية من مارس، وهو مضغوط. صناعة الأسمنت في مصر تحت ضغط من العام الماضي، وده ليها تأثير فائض الأسمنت وفائض الطاقات هو اللي انعكس السوق من العام الماضي. طبعا السنة دي بداية من مارس، من نهاية مارس بداية إبريل ابتدى ينعكس تأثير فيروس كورونا على السوق وعلى الطلب في السوق، بالإضافة إلى طبعا الطاقات الفائضة. فطبعا الصناعة حاليا بتمر بظروف صعبة وتحديات كبيرة. الحمد لله احنا في شركة مصر الأسمنت هنا من العام الماضي، من منتصف العام الماضي كان عندنا رؤية، طبعا ما كانش عندنا رؤية لكورونا، لكن عندنا رؤية ان في وضع حرج في الصناعة، في ضغط من الطلب، في تنامي في ضغط من فائض الطاقات، في تنامي في الاستهلاك في القطاع المنظم اللي الدولة بتدعمه من خلال المدن الجديدة، لكن في تراجع في القطاع اللي هو الفردي. فكان عندنا رؤية ان احنا لازم نستعد لمواجهة وان احنا نعيش في مناخ فيه طلب فائض اطول فترة ممكنة، وان نستعد لمواجهة الكلام دوت، لان احنا في مرحلة محاولة للبقاء وتحقيق الحد الادنى من الربحية اللي يسمح لنا بالبقاء كمجموعة شركات. وبالتالي تعاملنا مع هذا الوضع واستعدنا له اللي انعكس في الربع الأول من تحقيق، طبعا هي بالمقارنة بالعام الماضي في قفزة في النتائج، لكن ما زال معدلات الأرباح لا تتناسب مع استثمارات مع صناعة الأسمنت حاليا. فإحنا في مصر الأسمنت إحنا استعدنا لهذا والحمد لله انعكس في الربع الأول، لكن طبعا كورونا هيبقى ليها تداعيات في الربع الثاني. وهذا هو سؤالي، يعني إلى أي مدى هذه الاستعدادات التي قمتم بها مسبقا يعني هي قادرة على مواجهة الوضع الذي سيتسبب به فيروس كورونا؟ ما هي الجايدنس أو الفورورد جايدنس بالنسبة للربع الثاني؟ عدلنا أول حاجة من حيث مناخ العمل، إن احنا طورنا سياسة السلامة والصحة المهنية بحيث تشمل التعامل مع وباء كورونا واخذه في اعتبارنا، وبالتالي طورنا سياسه السلامه والصحه المهنيه، خدنا اجراءاتنا طبقا لتعليمات وزاره الصحه وتوصيات منظمه الصحه العالميه بحيث نوفر مناخ امن للعاملين والعمليه الانتاجيه، لان طبعا ده ظرف هيستمر فيه فتره مش هيحتاج يتطور، ده من حيث التعامل كفيل اداره العمل والعمليه في ظل هذا المناخ، واحنا مجبرين لازم نستمر فيه. طبعا الظروف الوباء اثر على حجم الطلب اللي جاي في السوق بالذات في شهر ابريل ومايو اللي تزامن اصلا مع رمضان، لكن اشتغلنا على تخفيض التكلفه، اشتغلنا على تعظيم الفايده كعمل كمجموعه والتناغم كمجموعه شركات وتبادل الخبرات الداخليه، مما انعكس على تكلفه الانتاج. طبعا فائض الانتاج وتاخر الطلب ادى الى نزول اسعار في السوق المصري، فلازم احنا نستفيد للكلام ده بان احنا نطور ادائنا ونطور فعاليه الانتاج عشان تنخفض التكلفه، وبالتالي فعلا تكلفتنا انخفضت، ودي الطريقه اللي نقدر نواجه بيها الظروف الحاليه لحد ما طبعا ما ترجع لطبيعتها ان شاء الله. طيب السؤال الآن، يعني قطاع الأسمنت اليوم ماذا يحتاج من الحكومة، ماذا يحتاج من الدولة لدعم ليعود إلى طبيعته، خاصة أن الأزمة الحالية ضاغطة قد يحدث الكثير بالنسبة للقطاع من الأضرار، يعني التي قد لا تستفيق منها بعض الشركات وخاصة الشركات الصغيرة في القطاع؟ طبعا في مقترحات كثيرة طرحت على الحكومة، ازاي والحكومة خدت فعلا قرارات
مش لصناعه الاسمنت لكن للقطاع ككل، من تخفيض سعر الكهرباء، من تخفيض فايده على البنوك بنسبه عرض التسهيلات ب 8% وتسهيلات اخرى. لكن انا شايف ان الحكومه بتاخد اجراءات ونتمنى ان يتوسع فيها في العمل على زياده الطلب، تنشيط الطلب. النهارده في مشروع ضخم سياده الرئيس علق عليه في الاجتماع من فتره وجيزه، هي تبطين الترع، ده يؤدي الى زياده الطلب. تنشيط او نشر الطرق الاسفلتيه، برضو الطرق الخرسانيه بدل الاسفلتيه، ده يؤدي الى تنشيط الطلب. النهارده الحكومه اعتقد خدت خطوات، لكن نتمنى ان هي تتوسع في العمل اكثر على تنشيط الطلب، خلق طلب اكبر على صناعه الاسمنت من خلال زي ما قلنا الطرق الخرسانيه، تبطين الترع ودي جايه ان شاء الله، مثلا تنشيط او تشجيع نشطب الواجهات الخارجيه للعشوائيات بدل ما هي دهانات. فممكن النهارده الحكومه خلال اجراءات اكثر فعاليه لتنشيط الطلب على الصناعه، اعتقد ده هيفيد الصناعه عشان تعوض الخسائر والضغوط الموجوده عليها. طيب الفترة القادمة بالنسبة لاستعادة النشاط، هل لديكم تقدير معين يمكن أن يعني توقيت زمني مثلا تتوقعون فيه أن النشاط سيعود إلى طبيعته بناء على دراسات قمتم بإعدادها؟ في الظروف اللي احنا فيها صعب جدا، لأن أنت النهاردة في نمو للطلب زي ما قلنا في القطاع المنظم من خلال مشروعات الدولة واستثمارات الدولة في المدن الجديدة، في مشروعات الطرق الخرسانيه، في تبطين ترع، لكن النهارده ده برضه لا يشكل النسبه الكبرى من استهلاك الاسمنت. اغلب استهلاك الاسمنت بيجي من الاستهلاك الفردي، من النشاط الفردي والبنى الفردي. طبعا في قرار تنظيمي بوقف البنى داخل المدن الكبرى لمده 6 أشهر، اثر طبعا دوت على 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 الطلب اكثر من التاثير الموجود. نتمنى ان نقدر نرجع للنشاط الطبيعي، وزي ما قلت نشجع الاستثمار الفردي في البنى من خلال توفير اراضي في المدن الجديده للافراد. طبعا ده يعني احنا نتمنى نرجع في اسرع وقت، لكن اكيد مش نرجع للمعدل الطبيعي في خلال 2020، واعتقد ان ده هيمتد التاثير على الصناعه كمان يمكن لبدايه 21. لكن احنا الحمد لله في اسمنت هنا عملنا استعدادنا، وزي ما قلنا حسنا تكلفتنا، بنتوسع في سياساتنا بحيث ان نقدر نتعايش مع الظروف ونحقق اكبر ربحيه ممكنه في ظل هذا المناخ. أشكرك سيد طارق طلعت، العضو المنتدب لشركة مصر للأسمنت قنا، أتمنى لكم التوفيق.